كيف ترد الهيئة الاقتصادية على حملة الاتهامات التي تكيلها لها الحركة النقابية؟ وهل غير الإضراب موقفها من السلسلة؟ تقرير هيثم خواند. في غمرة الانشغال بإضراب هيئة التنسيق النقابية واعتصاماتها التي لا تهدأ، برز في خلال هذا الحراك العمالي توجه نحو كيل الاتهامات للهيئات الاقتصادية وتحميلها الجزء الأكبر من المسؤولية عن عدم إحالة سلسلة الرتب والرواتب واتهامها حتى بالسيطرة على الحكومة. اتهامات كثيرة تؤكد الهيئات أنها لن تسكت عنها بعد اليوم. بدي استنكر الخطاب التحريضي والتخويني الرخيص يلي عم يصدر عن هيئة التنسيق النقابية بحق أركان الهيئات الاقتصادية، وهو مسيء لإلهم أساساً لأنه رح يبعدهم عن الحل، وعم بيشنج الوضع الاجتماعي، وعم بيخلق نوع من النزاع الطبقي يلي نحن بغنى عنه في لبنان. أما موقف الهيئات من السلسلة فلم يتغير طيلة الأزمة الأخيرة. هلأ نحن كهيئات اقتصادية بدنا نقول إذا السلسلة بصيغتها الراهنة لم ترفق بسلة شاملة من الإصلاحات من جهة، وبخطة تمويلية من خارج إطار الضرائب من جهة أخرى، نحن رح نبقى على موقفنا الرافض ولو بدها توقف المي عمود. وبدي أقول أكثر من هيك، خلي الحكومة تتحمل مسؤوليتها وما تتوقع منا لا تغطية ولا دعم ولا ظروف تخفيفية ولا إبراء ذمة. لا تراجع إذن في مواقف الفريقين حتى الآن، ما يؤكد أن المرحلة المقبلة تنطوي على كثير من التصعيد الذي لا يعرف أحد كيف سينتهي أو متى.